السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان إلى عدد جديد من برنامجكم الأسبوعي حوار الساعة. الحدث الوطني بامتياز هذا الأسبوع صنعه لقاء الحكومة بالولات. هؤلاء عادوا إلى ولاياتهم وهم مقتنعين أن عهد الاعتماد على الخزينة العمومية قد ولى وراح، وضرورة البحث عن مصادر جديدة لتمويل خزائنهم المحلية، وذلك تحت عنوان تطوير الاقتصاد المحلي وحكامة غير ممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة ومبادرة. لكن الولات حملوا معهم أيضا الالتزام والأمل بالمزيد من الصلاحيات ورفع القيود عن فعل التسيير ولا مركزية في الأداء، إضافة إلى جملة من الإجراءات ستساعدهم رفقة المنتخبين المحليين في البحث عن مصادر تمويل أخرى لا سيما الجباية المحلية. مهمة صعبة إن راوحت الذهنيات مكانها وغابت الخبرة والكفاءة وروح المبادرة عن تسيير الشأن المحلي. برنامج حوار الساعة يفتح ملف هذا اللقاء الهام ويستضيف هذا المساء خريج أعرق مدرسة في الجزائر، المدرسة الوطنية للإدارة. ضيفي هذا المساء مسار مهني وسياسي حافل شغل خلاله عدة مناصب ووظائف هامة، أذكر منها قاض بمجلس المحاسبة، فنائب مدير التنظيم بولاية الجزائر، فمديرا للإدارة بتيزي وزو ثم عنابة. شغل ضيفي بعد ذلك منصب رئيس دائرة بلوغين بالعاصمة وعين طويلة بخنشلة، ليعين بعد ذلك ضيفي أمينا عاما لولاية وهران، فواليا على ولايات سيدي بلعباس، برج بعريريج، سطيف، فقسنطينة. يحظى ضيفي بثقة فخامة رئيس الجمهورية فيعينه وزيرا للتعليم والتكوين المهنيين. يحظى ضيفي مرة أخرى بثقة فخامة رئيس الجمهورية فيحمله حقيبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ثقة السيد الرئيس تتجدد في ضيفي ويحمله مرة أخرى حقيبة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. ضيفي هذا المساء معالي وزير الداخلية، لا تبتعدوا كثيرا، أستقبل ضيفي ونعود بعد الجينيريك. أهلا بكم مجددا معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيد نور الدين بدوي، أهلا بك، سعيدة غاية السعادة لتلبيتك دعوة برنامج حوار الساعة وتواجدك معنا هذا المساء. شكرا، مساء الخير، وشكرا لك سيدة الكريمة، والشكر كذلك لكل المشاهدين الكرام، ونتمنى إن شاء الله أن نكون في مستوى ما ينتظره منا من توضيحات فيما يخص هذا اللقاء الأخير. معي الوزير دأب برنامج حوار الساعة على استضافتك عقب أو بعد كل لقاء للحكومة مع الولات بالنظر لأهمية هذا اللقاء وكونه يكرس هذا الموعد الهام السنوي، خاصة منذ سنة 2015 بالنظر للظروف الاقتصادية والمالية التي تعرفها الجزائر منذ منتصف 2014 تقريبا. إذا المؤشرات صعبة، الاعتماد على الخزينة العمومية لم يعد ممكنا، تمويل المشاريع بمتغير واحد وهو عائدات المحروقات لم يعد ممكنا أيضا، عهد التسيير بالملايير قد انتهى، ويقابل هذا
التمسك بمواصلة سياسة التحويلات الاجتماعية وكذا الدعم الاجتماعي، يقابله أيضا نمو ديموغرافي متزايد، يعني مليون مولود كل سنة في الجزائر، وأيضا برامج تنموية طموحة لا تعد ولا تحصى. في ضوء كل هذا، إلى ماذا خلص تحديدا لقاء الحكومة بالولاد؟ أولا إذا كان سمحتي للسيدة الكريمة، ونحن نحتفي اليوم باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أن أتقدم لهم بتحية تقدير وعرفان على كل التحديات التي يرفعونها يوميا، وهي فئة عزيزة علينا، ونعمل كذلك دائما بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية لأن نرافق وأن نكون في مستوى طموحات هذه الفئة التي علمتنا وأعطتنا الكثير من الدروس في مختلف المجالات. في الإرادة والتحدي. في الإرادة والتحدي، وهو عنوان جميل جدا. نتعلم من هذه الفئة هذه القيم. هذا اللقاء لقاء مهما جدا. لقاء كان موسوما برعاية سامية لفخامة رئيس الجمهورية. لقاء أسس له فخامة رئيس الجمهورية منذ بداية 2000. 2002 تحديدا. الأهمية في هذا اللقاء هو أن كان آنذاك فخامة رئيس الجمهورية بعد الجولات التي يقوم بها تقريبا يوميا عبر ربوع الوطن، يرجع إلى الجزائر العاصمة محملا بطموحات ومحملا بتحديات ومحملا بأفكار. فمن هذا الواقع المعاش على مستوى القاعدة اللي على مستوى البلديات وعلى مستوى القرى وعلى مستوى البوادي، أقر فخامة رئيس الجمهورية آنذاك بهذا اللقاء الذي نعتز به نحن كأبناء للجامعات المحلية في علاقاتها بالحكومة. فهو لقاء دوري ونحن في دورته السادسة أو السادسة، وتتصورين مدى تقدم ومدى التحديات التي رفعتها الجزائر منذ بداية 2000 إلى يومنا هذا. أنا دائما أقول بأن أكبر مكسب حصلنا عليه كجزائريين هو هذه الحنكة وهذا التبصر وهذا التصور الذي جاء به فخامة رئيس الجمهورية والمتمثل في تجسيد هذه القيم، القيم الوئام المدني، قيم المصالحة الوطنية التي أرجعتنا كجزائريين إلى محبة بعضنا البعض، إلى الأخوة في بعضنا البعض، وإلى أن نتجاوز جزائر المحن وجزائر الآلام وجزائر التوترات إلى جزائر الأمل، إلى جزائر الأمل، وبالتالي إلى جزائر التنمية. فلنتصور كجزائريين في ظل ظروف غير مستقرة، ظروف غير آمنة، لا معنى للتنمية. فعلى هذا الأساس لنعتبر بأن المكسب الأكبر الذي عايشناه كجيل ما بعد الاستقلال هو مكسب المصالحة الوطنية الذي فتح لنا الأبواب بمصراعيها نحو التنمية. التنمية التي جاءت من خلال كل هذه البرامج الخماسية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية، والتي انطلقنا منها بمشاريع بسيطة وبسيطة جدا. ونذكر بعضنا البعض، لما كان فخامة رئيس الجمهورية يزور بعض البلديات وبعض الولايات، وأنا كنت واليا آنذاك، ويدشن مجمع مدرسي من ثلاث أقسام. إذا الجيل اللي أنا اليوم ربما ما يتصورش أن رئيس جمهورية يدشن مثل هذه المشاريع البسيطة، ولكن نظرته كانت آنذاك. بعد إعادة الأمن وإعادة الطمأنينة وإعادة الاستقرار، التحدي الأكبر الذي كان دائما يؤكد عليه هو إعادة التأهيل التنموي.
هو مرافقة المواطن الجزائري في تجسيد كل طموحاته. آنذاك كانت لنا بلديات لا وجود فيها لقنوات تصريف المياه، صح. بلديات قائمة بذاتها وبلديات كاملة. ومن هذا المنطلق قلت انطلقت الجزائر تحت القيادة السامية لفخامة رئيس الجمهورية في تجسيد مختلف هذه البرامج التنموية، ووصلنا إلى ما وصلنا إليه من تأهيل تنموي اليوم. فكل هذا الزخم وكل هذه الحركية فيها الكثير والكثير والكثير من الإيجابيات، ولكن فيها كذلك التصويب للكثير والكثير من الإجراءات وإعادة النظر ربما في بعض المسائل التي لم يكن لها النتائج المأمولة. فمن هذا المنطلق هذا المنتدى وهذا اللقاء الحكومة بالولاة يجمع في إطار تشاوري بين القمة والقاعدة، الحكومة من الجهة والولاة والمنتخبين من جهة أخرى. فتصوري هذه الحركية الناتجة من هذه اللقاءات المباشرة وهذه النقاشات المباشرة وهذه الاقتراحات المباشرة من طرف هؤلاء الذين جاءوا من القاعدة، من الخلية الأساسية اللي هي البلدية، من الخلية اللي هي الولاية، ورافعين معهم طموحات جديدة وتحديات متجددة، لأن المواطن الجزائري دائما طموح إلى الرقي إلى الأسمى والرقي إلى الأعلى في مجال التنمية. وهذا ما تدرسناه في ورشات عديدة ومتعددة، ورشات متعلقة أساسا وتضع أساسا وفي قلب كل النقاشات التي دارت في هذا الملتقى، نقاشات تضع المواطن في قلب كل هذه النقاشات، المواطن بكل فئاته، المواطن الذي هو في علاقة دائمة مع المصالح على مستوى البلدية. فنتكلم عن العصرنا ونتكلم عن رقمنا ونقيم إلى أين وصلنا، ونقدم كذلك العمل الذي تقوم به الحكومة، ونقدم كذلك الاستراتيجيات التي وضعتها الحكومة لنترافق جميعا لرفع هذا التحدي في هذا المجال، مجال عصرنا على سبيل المثال. وهو أن نصل إلى إدارة جزائرية محلية ووطنية بدون ورق، وهذا موجود في بلدان إلكترونية، وهذا موجود في بلدان أخرى. حقيقة في هذا المجال خطونا خطوات إيجابية، ولكن ما ينتظرنا أكثر بكثير من ما قمنا بتجسيده لحد اليوم. تكلمنا كذلك مع المواطن في بفئته المرتبطة بخلق الثروة، وقلنا هل كل الظروف اليوم مهيئة ومواتية وكل الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية كافية لأن نرفع هذا التحدي الاستثماري. تكلمنا كذلك على العلاقة بين المنتخب اللي هو مسؤول وحامل مسؤولية انتخابه من طرف المواطنين على مستوى بلديته، في تجسيد برنامجه، أحلامهم وطموحاتهم وبرنامجه، تجسيد برنامجه. ووصلنا إلى دائما إثراء هذه الاقتراحات وتقديم اقتراحات جديدة. وفي كل هذه الورشات، الخمس ورشات التي كانت موجودة على مستوى هذا اللقاء، وبقرار كذلك من سيد الوزير الأول، سوف يكون مجلسا وزاريا مشتركا لدراسة كل هذه الاقتراحات، تقييم كذلك ما تم تجسيده لحد اليوم، ورسم خارطة الطريق بالنسبة للسنة القادمة إن شاء الله. وسوف نرجع بعد سنة في لقاء متجدد لتقييم ما تم تنفيذه ورسم استشراف القادم كذلك القادم. وأنا أعتبر بأن هذه الطريقة وهذه المنهجية التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية هي منهجية صائبة، بالنظر إلى هذا التقرب وبالنظر إلى هذه القيم التي تجعلنا نستمع إلى بعضنا البعض، ومن منطلق هذه المرافقة التشاركية التي تضع المواطن الجزائري في قلب كل ما نقوم به. والتقييم الأولي من ما توصلنا إليه،
أن التوصيات التي قدمها السادة الولاد، نعم، قدمها السادة رؤساء المجالس الشعبية الولائية، السادة رؤساء البلديات، المختصين، كل أطياف الذين حضروا معنا في هذه اللقاءات، هي اقتراحات طموحة وطموحة جدا، نعم، وإن شاء الله سوف تكون لنا في مرحلة قادمة الدراسة لها ووضعها إن شاء الله على السكة، نعم، لمواصلة هذه الحركية التنموية التي كما قلت تهدف أساسا إلى مرافقة المواطن في تجسيد طموحاته. تكلمنا كذلك على قضية اللامركزية، وهو مبدأ دستوري أقره التعديل الدستوري الأخير، وهدفه الأساسي هدف هذا المبدأ الذي لا رجعة عليه، أكيد، مبدأ اللامركزية، هو أن تكون للسلطات العمومية مجتمعة في قوة واحدة في خدمة المواطن الجزائري. هذه اللامركزية التي تقرب السلطات العمومية من المواطن، هذه اللامركزية التي تسهل على المواطن في اتخاذ قراراته في إدارة قريبة منه، هذه اللامركزية التي كانت في سنوات سابقة تتعب المواطن، ويمكن لنا أن نقدم الكثير والكثير والكثير من هذه الإجراءات التي كانت ممركزة، ونقول بأنها كانت ثقيلة وكانت تتعب المواطن، وأصبحت من خلال الكثير من الإجراءات التي اتخذت في السابق، ومن خلال الإجراءات التي سوف تتخذ مستقبلا، سوف تسهل أكثر وأكثر على المواطن الجزائري، وهذا هو هدفنا الأساسي. كل الإجراءات وكل التوصيات التي وهي موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي لوزارة، في الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، وكل توصية مقابلها المواطن لمرافقته وللتسهيل عليه، نعم، ولتجسيد طموحاته. شكرا معالي الوزير على هذه القراءة في اللقاء الذي جمع الحكومة الولايات نهاية هذا الأسبوع. زميلتنا أيضا جويدة بادر كانت لها قراءتها للحدث، وهي التي تابعته عن كثب وأعدت هذا الفيتير. نتابع الموضوع ونعود لمواصلة النقاش. ديناميكية جديدة للتسيير المحلي تتضح معالمها في لقاء الحكومة بالولات، تكريسا لسنة التشاور التي أرسد عائمها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. اللقاء الذي اتخذ من الحكامة غير الممركزة من أجل جماعة إقليمية حصينة مبدعة ومبادرة شعارا له، توج بجملة من التوصيات تهدف في مجملها إلى تجسيد ما تضمنته رسالة رئيس الجمهورية من توجيهات إلى المشاركين في جلسة الافتتاح، والتي دعا فيها الولاة والمنتخبين إلى اعتماد نهج جديد في التسيير والاطلاع بدورها في المسار التنموي الوطني. نهج جديد يرتكز أساسا على ضرورة دعم تطوير المؤسسات الصغيرة والمؤسسات المبدعة على مستوى مناطق النشاطات، وكذا وضع الآليات اللازمة للتحفيز على الابتكار بنشر حاضنات المشاريع المبتكرة. ومن المرتكزات كذلك إعادة تنظيم الوسط الريفي من خلال آليات تحفيزية مناسبة من شأنها التحسين من المستوى المعيشي للساكنة وتشجيع المؤسسات الناشطة قصد تطوير اقتصاد جواري متنوع. نقاط ألح عليها الوزير الأول أحمد أويحيى خلال جلسة اختتام الأشغال، حيث ثمن مضمون رسالة رئيس الجمهورية والتي اعتبرها بمثابة برنامج هام، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة السهر على تنفيذ محتواها ومغزاها لتحقيق تسيير أمثل وعقلاني للموارد المالية. ومن بين التوصيات التي خلصت إليها ورشات العمل الخمس اقتراح عدد من الإجراءات الاستعجالية من أجل ضمان فعالية الخدمة العمومية ورسم السياسات العامة في إطار عمل حكومي منسق. وفي هذا السياق تأكيد على تعزيز التنمية المحلية ببرامج خاصة استدراكية أقرها رئيس الجمهورية لفائدة مناطق الجنوب والهضاب العليا التي تحظى بعناية خاصة من قبل رئيس الجمهورية ببرنامج عمل خاص بتنميتها وتطويرها.
لقاء الحكومة بالولاة شكل موعدا هاما تبلورت فيه المقترحات لتعزيز التنمية والقضاء على الصعوبات الميدانية التي تعيق تطبيق البرامج التنموية على المستوى المحلي. معالي وزير الداخلية، لعل أهم ما ميز لقاء الحكومة بالولاة كان رسالة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة للأمة بمناسبة هذا اللقاء الهام. طبعا هذه الرسالة صنعت الحدث الإعلامي والسياسي بفعل التحاليل والتعليق الرامية إلى فك شفراتها ومحتوى بعض المقاطع منها. رسالة أجمع المتتبعون أنها اتسمت بصراحة مطلقة وأيضا بالكثير من الحدة. ما هي القراءة التي أجريتموها في رسالة فخامة الرئيس للقاء الحكومة بالولاد؟ أولا صراحة فخامة رئيس الجمهورية نحن كبرنا معها ورافقناها، وهذه الصراحة المعهودة المعهودة هي التي تصوبنا أو تصاوبنا في كثير من المجالات. بالنسبة لنا رسالة فخامة رئيس الجمهورية تحوي أساسا هذا النداء المتجدد للجزائريين بضرورة تكاتفهم، بضرورة تلاحمهم، بضرورة أن يكونوا قوة واحدة في وجه كل من يحاول المس بهذه المكاسب العظيمة، هذه المكاسب الضخمة. هذه رسالة موجهة إلى الشعب الجزائري، هذا الشعب الذي عانى في سنوات يعني سوداء بالنسبة للجزائريين، في سنوات الدمار، في سنوات الدخرين، وكل ما وصلنا إليه وهذا الأمن وهذا الاستقرار وهذه الطمأنينة التي نعيشها كجزائريين لم تأتي هكذا، جاءت بنظرة متبصرة كما أكدت عليه وكما قلته في بداية كلامي، جاءت كذلك بتضحيات لرجال ونساء من كل فئات المجتمع، جاءت كذلك بتضحيات الذي قدمها أسلاك أمننا وعلى رأسهم الجيش الوطني الشعبي. والوضع اليوم قلت بعد أن وصلنا إلى هذا المستوى من الأمن والاستقرار وانطلقنا في كل هذه الحركية التنموية، فكل هذه المكاسب يجب أن نحافظ عليها بتلاحمنا بقوة وعينا وبضرورة تكاتفنا فيما بعضنا البعض كجزائريين للوقوف كرجل واحد في وجه كل من يحاول المس بهذه المكاسب وهذه الإنجازات العظيمة من استقرار وأمن وطمأنينة وسكينة. ففخامة رئيس الجمهورية يؤكد دائما على هذه المكاسب، ونؤكد على لسانه دائما نحن، خاصة بالنسبة للأجيال الصاعدة، الأجيال التي لم تعايش هذه المراحل الصعبة التي عرفتها الجزائر، لنكون جميعا في مستوى هذه التحديات المستقبلية. ولا يمكن لنا أن نرفع هذه التحديات في الحفاظ على هذه المكاسب بدون وعي، بدون تكاتف، بدون تضامن. فعلا رسالة السيد الرئيس معالي الوزير حملت تذكيرا بالإنجازات المحققة في كافة المجالات، بدءا بإقرار سياسة المصالحة الوطنية التي سبق وتحدثت عنها، ثم إعادة إعمار ما دمره الإرهاب وتحقيق إنجازات عمومية كبرى. في هذا الإطار معالي الوزير، دعني أسأل عن الوضع الأمني اليوم في الجزائر، ماذا عن بقايا الإرهاب؟ هل ما تزال تدابير المصالحة الوطنية قائمة لمن يريدون العودة لحضن المجتمع؟ أول وضع الجزائر ومكانة الجزائر في هذا المحيط الغير مستقر يجعلنا كجزائريين نقول بأننا في وضعية غير مستقرة بالنظر إلى واقع منطقة الساحل. الوضع
في جيراننا على المستوى الشرقي فعلا. فكل هذه الأوضاع تفرض علينا أن نكون في مستوى عال من الوعي فعلا. الحمد لله مؤسسات الدولة الجزائرية قائمة، مصالح أمننا وجيشنا الوطني الشعبي مرابط على حدودنا فعلا. ويعمل ليل نهار نعم. لننعم بهذا الأمن وهذا الأمان. الآن الوضع على المستوى بالنظر إلى ما بقايا الإرهاب، هل الإرهاب، فالمؤسسات الأمنية واقفة ودائما في وجه هؤلاء، وكذلك تدابير المصالحة ما تزال متواصلة. وأؤكد مرة أخرى نعم. على أن هذه التدابير التي هي مدسرة هي تدابيرا أصبحت اليوم في الدستور الوطني فعلا. ومن هذا المنبر نعم. الراقي أتوجه لكل هؤلاء نعم. وأقول لهم بأن أبواب المصالحة الوطنية مفتوحة فعلا. لكل هؤلاء فعلا. فجزائر مفتوحة لكل أبنائها نعم. حتى من ضل السبيل. وأنا قلتها في منطقة إليزي، منطقة فعلا. جانت، وأتمنى نعم. أن يكون لهذا النداء الصدى الإيجابي نعم. لأن هدفنا جميعا هو أن نخدم بلدنا، أن نساهم جميعا في بناء وطننا، أن نساهم جميعا في الحفاظ على هذه المكاسب التي نعم. تكلمت عليها. طيب، معالي الوزير، فيه آفات لا تقل خطورة عن الإرهاب، وقد أشار إليها فخامة رئيس الجمهورية، وهي الرشوة، المحسوبية، المعاناة، التصرفات البيروقراطية الجائرة والتي أدانها ورفضها بشدة وحذر منها المسيرين وولاة الجمهورية. يعني في المدة الأخيرة كانت مادة أو محاربة الفساد مادة دسمة على أعمدة الصحافة الوطنية. هل يعني اليوم يمكن أن ننتظر بعد هذا التحذير يعني الحاد اللهجة والصريح من طرف فخامة رئيس الجمهورية أن يعني تكون فيه صرامة أكبر في التعاطي مع قضايا الفساد؟ الصرام دائما أرقى في وأسمى، ودائما هي في مستوى التحديات المرتبطة بالقضاء نعم. على مثل هذه الأفات التي أقول تنخر إدارتنا فعلا. هذه الأفات التي تؤثر سلبيا على إدارتنا نعم. وعلى مصداقيتها. فتعليمات فخامة رئيس الجمهورية، نعمل جميعا وفي كل المستويات على القضاء عليها، ولا يمكن لنا كذلك أن نقضي عليها إذا لم نسعى في تطوير إدارتنا فعلا. في عصرنة حتى نطبق إدارتنا. تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بحذافيرها إدارتنا نعم. لأنني أعتبر شخصيا نعم. بأن الرقي بالعصرنة والرقي بالرقمنة فعلا. والأنسنة هي فعلا. وسيلة كذلك لمحاربة. من الوسائل التي من خلالها نحارب البيروقراطية، نحارب الرشوة، نحارب المحسوبية نعم. ونحن ماضينا في هذا الاتجاه، وكما قلت خطونا خطوات كبيرة في هذا المجال نعم. تشفي الأخت الكريمة نعم. في سنوات ماضية فعلا. كنا على مستوى شبابيك فعلا. الحال المدني باش نتحصل على وثيقة من وثائق الحال المدنية نعم. إذا كان ما نعرفش فلان وما نعرفش فلان صح. ما نقدرش نحصل عليها فعلا. ولكن اليوم صح. بوصل هذه المكاسب وهذا التطور صح. أصبح المواطن غير محتاج تماما لمثل يتنقل من بيته باش يتنقل من بيته فعلا. ونحن نسعى كذلك، وإذا كان حبيت نرجع لها من بعد نعم. نسعى إلى شبابيك موحدة فعلا. نسعى إلى إدارة إلكترونية نسعى نعم. إلى بلدية إلكترونية نعم. ونحن تقدمنا كثيرا في هذا المسعى. هذا المسعى بالنسبة لنا هو من بين الوسائل، ليس الوسيلة الوحيدة، من بين الوسائل لمحاربة هذه الأفات، هذه الأفات التي تحدثت عليها. ويجب علينا، وأكدت نعم. مع السيدات والسادة الولاة وكل الحاضرين في هذه الندوة نعم. لأن نسرع في تجسيد هذه الاستراتيجية فعلا. وهذا البرنامج، لأننا وضعنا كل الإمكانيات المادية والبشرية نعم. لمرافقة ومواكبة هذه الطفرة التي نعم. نسعى
ونطمح إليها جميعا كجزائريين. معالي الوزير، فيه في اليوم في الجزائر هي أيضا تحتاج وتنتظر المرافقة، وهي فئة الشباب. رسالة فخامة رئيس الجمهورية تضمنت اعترافا هاما بمكانة الشباب في الجزائر اليوم، حين قال أن الشاب الجزائري عنصر فعال في الحاضر والمستقبل، ولابد أن يكون مسموعا ومحترما على كل المستويات ومن طرف كل المؤسسات العمومية والخاصة. كيف تترجمون هذه التعليمة الرئاسية ميدانيا بدءا بفضاءات الجماعات الإقليمية اليوم؟ ومكانة الشباب كانت دائما قوية لدى فخامة رئيس الجمهورية، ويعتبر بأن الشاب الجزائري هو القوة الضاربة اللي هي في قلب المجتمع، والتي تحرك المجتمع دائما إلى الأمام. نعم. تكلمت على كثير من المجالات. نعم. تكلمت على مجال العصرنة. نعم. تكلمت على كل هذه الورشات، فلاحظتم جميعا بأن من يحملون على أكتافهم هذه التحولات وهذه العصرنة وفي مختلف المجالات هم شباب خريجي الجامعات الجزائرية، خريجي المعاهد الجزائرية، خريجي المراكز الجزائرية. نعم. الشباب كذلك الذين حاملين للمشاريع. فعلا. حفزنا فخامة رئيس الجمهورية أننا نرافقهم وأننا نضع تحت تصرفهم كل الإمكانيات اللازمة لإمكانية تجسيد مشاريعهم وتجسيد أفكارهم، زيادة على كل الميكانيزمات التي وضعتها الدولة والتي جاءت بنتائج جيدة وجيدة جدا. التحديات اليوم هي أننا نوسع أكثر وأننا نفتح أبوابنا أكثر وآذاننا أكثر للاستماع إلى هذه الاقتراحات، لأننا نعتبر بأن فئاتنا الشبانية هي قوة اقتراح بالنسبة لنا في كل ما نقوم به. على سبيل المثال، أكثر من 500 منطقة صناعية مصغرة بتمويل من صندوق الوطني للتضامن والضمان للجماعات المحلية موجه لحاملي المشاريع. نعم. في كل بلديات الوطن، البلديات الموجودة في مقر الولايات. نعم. نحن انطلقنا وجسدنا لحد اليوم حوالي 52 منطقة صغيرة. نعم. وسوف نواصل إن شاء الله لأن نوفر الشروط اللازمة ونرافق شبابنا خلق فرص تشغيل وطموحاته، ونؤمن كذلك بأن الاستثمار ومرافقة الاستثمار ومرافقة من يخلقون الثروة هو الوسيلة كذلك لجلب ولاستدراج شبابنا، لأن تحدينا اليوم هو كيف نخلق هذه المئات من الآلاف والمئات من الآلاف من مناصب الشغل موجهة لأبنائنا، كما قلت، خريجي الجامعات وخريجي المعاهد. ولكن شخصيا متفائل جدا من منطلق تجربتي، متفائل بأن شبابنا حقيقة هم قوة ربما استغلالنا أو تصويب طريقة مرافقتهم كانت في هذه المناسبة، مناسبة هذا اللقاء، وزادنا عزما بهذه التعليمة التي قدمها فخامة رئيس الجمهورية. نعم. ونركز إن شاء الله في توجيهاتنا وتعليماتنا على المستوى المحلي للمرافقة أكثر ولتوفير الظروف وتوفير الشروط اللازمة أكثر لمرافقة شبابنا لتجسيد طموحاتهم. نعم. ويكونوا عنصرا فعالا وعنصرا بيخلق هو الحركية. فعلا. بالنسبة لجماعاتنا المحلية. فعلا، وهذا الشباب اليوم معالي الوزير اللي يحمل على عاتقه الرقمنة والعصرنة، متحكم جدا في التكنولوجيات الحديثة وفي موجود بقوة في شبكات التواصل الاجتماعي ومواقعه، واللي أصبحت يعني للأسف في كثير من الأحيان تشكل خطر حقيقي بالنظر لحجم مرات بعض الإشاعات التي تروج، درجة التجنيد والفئات العمرية لشبابنا اللي يتعاطوا مع مثل هذه المواقع. فيعني كيف تتعاملون في الحكومة مع هذا النوع الجديد اليوم من التواصل، اللي في الجهة المقابلة فيه ضعف
لازم نقولها صراحة، أنه كان قالها سيد الوزير الأول خلال لقاء الحكومة الولات، أنه فيه ضعف كبير في الاتصال المؤسساتي اللي يتطلب اليوم يعني سد فجوة الاتصال الموجودة والتمكين من بث المعلومة في وقتها للمواطن. لأنه لازم نقولها صراحة أنه إنجازات كبيرة معالي الوزير مرينا عليها مرور يعني هكذا بسلام، ولم تصل إلى المواطن لضعف الاتصال المؤسساتي اليوم. ما العمل؟ لأنه الاتصال في العهد الحالي، في عهد التكنولوجيات والرقمنة والعصرنة، عملية هامة جدا. يمكن أن أقول وأتحمل مسؤولية ما أقول، نعم، بأن ربما من بين نقاط الضعف لدينا هي الاستعمال الأجدى لوسائل الاتصال بمختلف هذه الوسائل. اليوم تكنولوجيات الإعلام والاتصال هي تكنولوجيات أصبحت تستعمل في يوميات المجتمعات. نعم. ونرى بأن شبابنا ونرى بأن أبنائنا مرافقين لهذا التطور في استعمال هذه التكنولوجيات، ونحن نعتز بهذا ونفتخر بهذا. ربما لم نقم ما يجب أن نقوم به لمرافقة واستعمال هذه الطاقات في خدمة التنمية الوطنية، في خدمة التنمية على المستوى المحلي، في الخدمة الإيجابية لهذه الطاقات في مساهمتها في التنمية الوطنية. وأعتبر بأن تعليمات كذلك التي قدمها السيد الوزير الأول بهذه المناسبة سوف تحفزنا، ومن خلالها نوضع الميكانيزمات والاستراتيجيات اللازمة على مستوى مختلف القطاعات لنرقى لعل وعسى أننا نصل إلى هذا المستوى في هذه الاستعمالات التي تجاوزنا ربما أبنائنا وبناتنا في استعمالها. ولكن باستعمال اليوم مختلف القطاعات، نعم، مؤطرة كذلك من قبل شباب يعملوا وهم كذلك مكلفين بتجسيد هذه المرافقة فيما يخص استعمال هذا الوسائل، وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال المؤسساتي. نعم، الاتصال المؤسساتي، وإن شاء الله نكون أو نرقى فعلا. لأنه معالي الوزير احنا كانت دائما هذه مطالبنا الأسرة الإعلامية، لأنه لما المؤسسات الرسمية ما تفتحناش أبواب التواصل وما تمدش المعلومة، أكيد إلا من رحم ربي الكل راح يمشي للإشاعة ويمشي إلى مصادر أخرى للخبر. وبالتالي مهم جدا اليوم أن يعني تفتح المؤسسات الرسمية سواء على المستوى المركزي أو على المستوى المحلي أبوابها أمام الإعلاميين لاستقاء المعلومة الصحيحة ومن مصدرها وفي وقتها المناسب. طيب إذا كان سمحتي للسيدة الكريمة على استعمال هذه الوسائط والوسائل التواصل، ربما تلاحظون بأن على مستوى 52 ولاية من بين ولايات وولايات منتدبة والعديد 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 من البلديات أصبحت ترافق هذه الضرورة الحتمية في استعمال هذه الوسائل. ونحن فخورون كذلك بما وصلنا إليه في هذه الأشهر السابقة من وسائل تواصل مع مواطنينا، ربما فيها بعض النقائص ولكن نصوبها ونحاول أن نحسنها ونحاول أن نرقى إن شاء الله إلى ما يطمح إليه مواطنينا وأسرتنا الإعلامية من خلال هذا التواصل بخبر يعني كيفاش نقول صادق ذو مصداقية وخبر كذلك يكون في مستوى المجتمع الجزائري. نعم. طيب نرجع إلى لقاء الحكومة الولات. من خلال رسالة فخامة رئيس الجمهورية إلى الأمة بمناسبة هذا اللقاء، نفهم بأنه وضع مواصفات جديدة لمنصب والي الجمهورية تختلف عن مواصفات والي الأمس الذي ربما كان يقضي الكثير من وقته بالمكتب وكان إداري أكثر. والي اليوم
مطلوب منه أنه يكون رجل ميدان، مطلوب منه أنه يكون ماناجر، مطلوب منه أنه يسير بالطرق العصرية اليوم، أليس كذلك؟ والي الأمس والي اليوم، ننظر موش هذا هو الـ هذا هو الـ يعني الـ 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 المهم في المهم في الـ في الـ لأن والي الأمس كانت له طموحات وتحديات أخرى فعلا. وتكلمت عليها فعلا. كان علينا كجزائريين أن نعيد تأهيل التربية الوطنية فعلا. أن نعيد بناء المدارس وأن نعيد بناء الثانويات وأن نعيد معالي الوزير في أصعب الظروف ولما كلفنا فخامة رئيس الجمهورية بتطبيق مبدأ اللامركزية آنذاك في 2002 فعلا. وكانت البرامج ضخمة وكبيرة لأنه كان علينا أن نربح الوقت وأن نبني كل هذه الجامعات والمعاهد والثانويات والمؤسسات وننجز القنوات إيصال المياه الصالحة للشرب والمياه القذرة والغاز الطبيعي والكهرباء إلى غير ذلك. فكل هذا البرنامج جعل من الوالي آنذاك له مسؤولية واحدة، وأعتبر بأنه قام بها على أحسن ما يرام منذ بداية الألفين في المرافقة في إنجاز المؤسسات وإنجاز الهياكل العمومية. الآن وصلنا إلى تحدي آخر، وهو ما ذكرنا به فخامة رئيس الجمهورية، ووجهنا حتى إلى طريقة التعامل في رفع التحديات المستقبلية. نريد اليوم واليا بنظرة جديدة في مجال التسيير، المناجر، اقتصاد، في والي يفكر كيف يدخل لخزائنه خزائن بلدياته خزائن ولاياته الإيرادات، يثمن ويعيد تثمين كل الممتلكات نتاع البلد تاع البلد، وكل هذا هو مرسوم في إطار قانون جديد سوف يرى النور إن شاء الله في القريب، ويتعلق بالجباية المحلية، والذي سوف يحدد هذه المعالم ويرافق هذه النظرة الجديدة للمسؤول على المستوى المحلي. لأن بين قوسين إذا كان سمحت لي السيدة الكريمة، لما المواطن الجزائري يسمع الوالي بالنسبة له الولاية تتمثل في شخص الوالي، ولكن لازم يعرف المواطن الجزائري بأن الوالي هو ممثل للحكومة على المستوى المحلي، وممثل الدولة على المستوى المحلي، ويرافقه في تجسيد برامجه قطاعات مختلفة ممثلة للوزارات على المستوى المحلي. هذا ما يسهل اليوم تجسيد هذا التوجه في أن يكون للسلطة المحلية سلطة مرنة، سلطة ترافق التحديات الاقتصادية، ترافق التحديات في التوازن المالي، وسلطة تنظر إلى من خلال ولاياتها إلى ولايات أخرى، لأن الزخم والثراء والإمكانيات اللي موجودة عبر التراب الوطني تعطي الفرصة لكل المسؤولين على المستوى المحلي باش يتنافسوا في بعضهم البعض، باش يكونوا خلاقين للثروة في بعضهم البعض، وباش يكونوا فخورين من منطلق هذه الثروات اللي موجودة على مستوى مناطقهم بالقول وبالوصول إلى الاكتفاء المحلي من منطلق ثرواتهم على المستوى المحلي. وهذا ليس بصعب من منطلق هذه التوجهات، من منطلق هذه النظرة الجديدة، والأكثر من هذا من منطلق هذا الزخم ومن منطلق هذه الثروات التي تحوز عليها. لو سمحت معالي الوزير، فخامة رئيس الجمهورية كان دقيق جدا في تحديد النهج الجديد في التسيير، ووصفه بكونه نهج قوامه المبادرة الاستباقية، التسيير بالأهداف والمقاربة بالنتائج. هذا معناه تمكين الولاة والمنتخبين المحليين اليوم من سلطة اتخاذ القرار على المستوى المحلي، لكن هل هذا ممكن اليوم في ظل جملة القيود التي ما تزال تقيد الوالي وتقيد المنتخب المحلي
في مجالات عديدة، في مجالات السكن، في مجالات الاستثمار، في مجالات السياحة، الصناعة. نعطيك مثال معالي الوزير أنه في حديث على أنه الوالي لا يستطيع المبادرة بمشروع سكني تفوق طاقته 550 مسكن مثلا. هي كانت كثير من يعني العقبات البيروقراطية. نعم. ولكن إذا كان رجعنا إلى تعديل الدستور الأخير، نعم، في 2016، لأن دائما المعالم الكبرى لكل هذه الإصلاحات، نعم، جاء بها الدستور 2016 فعلا، الذي وضع هذه المعالم، واليوم نحن نضع الميكانيزمات اللازمة لتجسيدها، تجسيد روح الدستور. نعم. الصلاحيات اللامركزية، الجباية المحلية، التشاركية أو الديمقراطية التشاركية، نجدها في هذا القانون الجديد الموحد يسمى بمشروع قانون الجماعات الإقليمية، اللي هو موجود اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة بعد عمل دام أكثر من سنة فعلا في ورشات مختلفة، وشارك فيها الجميع، نعم، من أخصائيين، أساتذة، إداريين، مسؤولين، والحمد لله وصلنا إلى أن نضع هذا المشروع على مستوى الأمانة العامة للحكومة على غرار مشاريع قوانين أخرى. هي اليوم حوالي 4 أو 5 مشاريع قوانين موجودة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وتجسد هذه القيم الدستورية الجديدة التي جاءت في دستورنا، وتجسد كذلك أو تسهل للمسؤول على المستوى المحلي بوضع كل هذه الميكانيزمات الجديدة لإمكانية يعني تحقيق هذه النظرة الجديدة من في التسيير. لما نتكلم اليوم، وعطيت الأخت الكريمة مثال، الحكومة ما عندناش أكثر من شهر أو شهر ونص اتخذت قرارات، وتكلم عليها السيد الوزير الأول، أكثر من 18 قرار، ومن بين هذه القرارات التي أرجعها إلى السلطة إلى السلطة المحلية هذا المثال اللي تقدمت به، وفي أمثلة كثيرة في مجال السياحة، في مجال السكن، في مجالات الصناعة، في مجال الصناعة، في مجالات أخرى. وأؤكد لك فعلا بأن النتائج منذ اتخاذ هذه القرارات هي نتائج جد إيجابية. نعطيك على سبيل المثال المناطق الصناعية التي أقرها السيد رئيس الجمهورية منذ سنوات وسنوات. فعلا القرار اتخذ على مستوى الحكومة منذ أقل من سنة، اليوم الكثير منها هي في طور الإنجاز، نعم، من خلال تكليف السلطات المحلية بتجسيدها، والنتائج اليوم ملموسة. هذا معناه واش؟ نعم. معناه بأن السلطات العمومية تقربت من المستثمر، معناه بأن السلطات العمومية أصبحت لديها أو تأخذ بعين الاعتبار القيمة هذه الأساسية المتمثلة في الوقت. نعم. وإن شاء الله كل هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية هدفها التسهيل، هدفها التقريب، هدفها الرفع عن الكثير من القيود البيروقراطية التي كانت تتعب الإدارة على المستوى المحلي أو المسؤول على المستوى المحلي من جهة، وتتعب كذلك المواطن بمختلف فئاته في علاقاته مع الإدارة المحلية. نعم. طيب، هذه جملة الإجراءات اللي تحدثت عليها معالي وزير الداخلية، منها مثلا تحويل إلى سلطة الولايات الاستثمارات التي لا تتعدى قيمتها 10 ملايير دينار، منها أيضا تسيير العقار، مكتب لوندي، مسؤولية ترقية 50 منطقة صناعية، ترويج للقدرات الاستثمارية للأقاليم. يعني هناك من التحاليل التي ذهبت إلى أن اللامركزية اليوم في تحميل كامل المسؤولية للسادة الولاد لخلق الثروة صعب نوعا ما، ويقول البعض أن تحرير المبادرة اليوم لا يجب أن ينسينا دور الحكومة في المرافقة والمراقبة أيضا. دور الحكومة يؤسس له الدستور الجزائري هو مراقبة مرافقة كل البرنامج التي تعلن عليه الحكومة في إطار برنامج فخامة رئيس الجمهورية، وأقول بأن هذا هو الدور الحقيقي، وهذه هو التكامل بين السلطات العمومية على المستوى المركزي والسلطات العمومية على المستوى المحلي، وهذا التكامل
بين كل الفاعلين في مجال اتخاذ القرار، هدفه الوحيد هو التسهيل على المواطن الجزائري. حقيقة فيه بعض التساؤلات، فيه البعض يتحدثون على أن هذه الإجراءات المتعلقة بلا مركزية اتخاذ القرارات على المستوى المحلي سوف تجعل من السلطات على المستوى المحلي يعني كأنها أكبر من يعني من طاقتها. ولكن نقول بأن التحدي الأكبر اليوم، واللي ما يعرفش بأن الجزائر لها أبنائها ولها خريجيها ولها مؤطريها ولها مسيريها شباب وقادرين على رفع كل هذه التحديات، ولأن استمعنا كذلك إلى بعض التحليلات وبعض القراءات هناك من يقول أو في محاولة يعني مش محاولة صادقة لتقديم الواقع اللي فيما يخص اللامركزية، لما نتكلم على أمور لا علاقة للسلطات المحلية بها. فأقول بأن يجب علينا نحن كسلطات عمومية وكل الشركاء أن نتوافق جميعا وأن نترافق جميعا في تكريس هذه السياسات التي أقرها فخامة رئيس الجمهورية، والتي كما قلت وأؤكد عليها دائما هدفها هو تسهيل على المواطن، هو خدمة المواطن لا غير. واضح أنكم ما قلتوش للسادة الولاد اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، إنما فيه مرافقة وفيه مراقبة وفيه دعم. لكن ولاد الجمهورية معالي الوزير لا يمكنهم القيام بهذا الجهد الكبير المطلوب منهم وتحقيق النتيجة المرجوة إن لم يكونوا مدعومين بأعضاء في الإدارة ومنتخبين قادرين على التسيير الجيد. ومن هنا تطرح إشكالية تكوين أعضاء وأعوان الإدارة بما فيهم المنتخبين المحليين، أليس كذلك؟ نوتر شوفال دو باتاي. نعم. نحن هو التكوين. نعم. هو المورد البشري. نعم. هو مرافقة التكوين اليومي. نعم. بالنسبة للموظف، بالنسبة للإطار، بالنسبة للمنتخب. ونحن في خلال هذه السنة الماضية قمنا بورشات تكوينية داخل وخارج الوطن لعشرات الآلاف من الشباب ومن المنتخبين ومن المسيرين على المستوى المحلي، إيمانا منا بأن أي تحدي لا يمكن أن يرفع إلا بالمورد البشري. أكيد المورد البشري، المورد البشري، المورد البشري. تكريسا لهذا وزيادة على كل هذه الشبكة من المؤسسات التكوينية اللي هي موجودة اليوم على مستوى قطاع الداخلية والجماعات المحلية، سوف يكون لنا شرف عظيم، لأنه هو الإجابة على الكثير من الانشغالات المطروحة في الميدان. هذه المدرسة الوطنية لتكوين مهندسي وتقنيي الجماعات الإقليمية هو مكسب عظيم فعلا. سوف يقوم بتكوين في مستوى التحديات المنتظرة على مستوى الجماعات المحلية. انطلقنا وهذه إذا كان نذكر فقط بعضنا قرار اتخذه فخامة رئيس الجمهورية في 2006 نظن، وأعطى مصادقته على تجسيد هذا المشروع. وأنا فخور اليوم بمعية كل إطارات وزارة الداخلية أننا انتهينا من هذا المشروع، وأننا سوف نفتح إن شاء الله. نحن فتحنا مسابقة للطلبة الجدد الدفعة الأولى في هذه المدرسة الوطنية التي سوف تكون إن شاء الله في تلمسان، وقبل نهاية السنة إن شاء الله سوف نكون مع بعضنا البعض للإشراف على الإعطاء يعني الانطلاقة لمرحلة تكوينية جديدة بالنسبة للجماعات المحلية، إيمانا منا كما قلت بأن المورد البشري وأن المرافقة في مجال التكوين وفي مجال التكوين اليومي ضروري لأن نرقى بالتحديات التي تنتظرنا. واليوم الأمم المتحدة يتكلمون عن التكوين المتواصل مدى الحياة، لا فورماسيون تو طولون دو لا في،
يعني القيمة لم تصبح في تكوين مبدئي أساسي، ولكن حتى العامل وحتى الموظف وحتى الإطار بحاجة إلى تكوين دائم متواصل ومستمر متواصل في ظل تسارع اليوم وتيرة التكنولوجيات الحديثة. طيب، في لقاء الحكومة مع الولاة معالي الوزير لمسنا أيضا أن هناك إرادة سياسية لتعميم منافع التنمية الاقتصادية طبعا والاجتماعية على كافة التراب الوطني، وانت ذكرتها انه فخامه رئيس الجمهوريه في العهده الاولى والثانيه وغيرها كان طاف مختلف نقاط الوطن، وكان يسر كثيرا على تنميه مناطق الجنوب، على تنميه مناطق الهضاب العليا، وبالاخص اليوم الجهد الذي يبذل في تنميه اقاليمنا الحدوديه. اين نحن اليوم من تنميه اقاليمنا الحدوديه باعتبارها البعد الأمني بالأساس للجزائر؟ أقاليمنا الحدودية هي بوابتنا يعني من الجانب الأمني ومن جوانب مختلفة أخرى، وعلى هذا الأساس وضع فخامة رئيس الجمهورية وأعطى كذلك رعايته ليومين قمنا بهم لوضع الاستراتيجيات اللازمة للمناطق الحدوديه. في فرق اليوم تعمل على مستوى هذه الولايات وعلى مستوى هذه البلديات، والاعلان كان قويا يجسد هذه الاراده السياسيه. نعم. ببرنامج خاص لهذه البلديات الحدوديه كمرحله استعجاليه متمثله في تاهيل هذه المناطق من قطاعات ربما فيها تأخر فيما يخصها. فهذه المناطق الحدودية أصبحت اليوم تمثل أولوية أولوياتنا من منطلق أن الأمن لوحده لا يكفي، ويجب أن يرافق بتنمية أو بحركية تنموية كبيرة لضمان هذا الأمن وهذا الاستقرار من جهة، وتقديم تحفيزات إضافية لجلب الحركية الاستثمارية في هذه المناطق، وهذا ما يعمل به حتى جيراننا، يعني تحفيزات خارقة للعادة. هدفنا هو أن شبابا أن مواطنينا على مستوى هذه المناطق الحدودية وهذه البلديات الحدودية نوفر لهم نفس الظروف تدريجيا مثل الظروف اللي هي موجودة في مناطق أخرى في الجنوب في الهضاب وفي أو في الهضاب العليا. وأنتم استمعتم إلى مقولة لفخامة رئيس الجمهورية في 2004 نظن، وكان أكد أن وحدة الجزائر هو خط أحمر من منطلق أن التنمية يجب أن تمس وأن تشمل كل مناطق البلاد، وكان القرار اتخذه في الغوات نظن، وأعلن عن برنامج خاص وعن صندوق خاص لمناطق الجنوب ومناطق والهضاب العليا، وهذا مكسب عظيم. وما القرار كذلك الذي اتخذه السنة الماضية بإعادة تفعيل هذا الصندوق، لأنه الصندوق لم يفعل خلال السنتين أو ثلاث سنوات الأخيرة من منطلق الوضع المالي الصعب الذي عرفته الجزائر. رغم هذا سيد رئيس الجمهورية قال بأن الحركية التنموية بالنسبة لهذه المناطق وتأهيلها في كل مناحي الحياة من الجانب التنموي يعني فرض علينا باش نعاود نحين ونعاود نحيي هذين الصندوقين. نعم. طيب معي الوزير، انت سبقتني في الحديث عن العصرنة للإدارة الجزائرية، متى نصل إلى بلدية وولاية إلكترونية افتراضية 100%، بعد كل ما تحقق اليوم من جواز سفر بيومتري، من بطاقة تعريف وطنية بيومترية، رخصة القيادة يعني كذلك، متى نصل إلى الدفتر العائلي أيضا إلكتروني وغيرها من المشاريع اللي تحملها على رأس الوزارة؟ احنا فخورين كجزائريين، نعم، وأقولها بكل افتخار وكل اعتزاز بأننا نجسد هذه الاستراتيجية التي وضعتها الدولة الجزائرية.
في مجال عصرنا، في مجال انسنا، في مجال رقمنا اليوم يعني بعد الوثائق المؤمنه من جواز سفر، من بطاقه تعريف الكترونيه بيومتريه التي تقدم على مستوى 1541 بلديه. نعم. شوفي اللا مركزيه شحال منها. فعلا. في السابق كان المواطن من عين قزام وباش يتحصل على جواز سفر لازم يتنقل الى مقر الولايه. ولا باش يتنقل الى 500 ولا 400 كيلومتر. اليوم على مستوى 1541 بلديه وهي امور غير موجوده في بلدان اخرى. صح. هذه مكاسب. نعم. ولكن هذه الوسائل التي نستعملها اليوم وسوف تتبع ببطاقه رقمنه لا كارت دي ماتريكولاسيون على بلاس دو لا كارت غريز. ونحن تقدمنا كثيرا في الشباك الالكتروني. ومتقدمين كذلك جيد جدا في البلدية الإلكترونية بمعية المختلف القطاعات الأخرى، لأن باش يعرف المواطن كذلك نحن متواصلين إلكترونيا مع أكثر من 19 قطاع وزاري. هذا معناه بأن في صمت في رصانة الحكومة تعمل وفيه نتائج ضخمة وكبيرة. هدفها هو أن تكون حكومة إلكترونية. وحتى جاليتنا في الخارج تستفيد اليوم من كل هذه المكاسب في الإدارة الإلكترونية. نعم. هدفها واش؟ يا أخي المواطن اللي كان مواطنين في الخارج كانوا يتعذبون. صح. كانوا يتألمون في علاقاتهم مع للحصول على مثل هذه الوثائق. اليوم بزره يعني بالضغط على 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 زر الكمبيوتر يمكن لهم ان يتحصلوا على كل وثائقهم. هل نحن وصلنا الى الاهداف المتوخاه؟ انا اقولها بصدق، ما نحن الا في بدايه هذا المسار. نعم. ما نحن الا في بدايه هذا المسار. المسار طويل والمسار يتقدم دائما. يجب علينا ان نعمل بجد وأن نعمل من منطلق باستعمال كل هذه الطاقات لنتقدم دائما، لأن التكنولوجيات تتقدم وبسرعة ربما أكثر من السرعة التي يعني رسمناها في استراتيجيتنا. نعم. معالي الوزير، احنا تحدثنا منذ حين عن التنمية الشاملة وضرورة وحدة التنمية ضمانا لوحدة الجزائر من أقاليم الحدودية إلى الجنوب إلى الهضاب إلى مناطق الشمال. يعني هل وهذا طبعا يقوم على تقسيم إداري معين يسهل ويفعل حركية التنمية، متى ستفرجون عن قائمة الولايات المنتدبة المنتظرة في الهضاب العليا وفي الشمال وربما في الجنوب أيضا؟ أولا إذا في قبل الإفراج، السيد الإفراج في أيدي فخامة رئيس الجمهورية. نعم. دورنا هو أننا نقيم القرارات التي اتخذتها الجزائر في مجلس الوزراء. نعم. القرار الاول خضاه السيد رئيس الجمهوريه وقدمنا له تقريرا اوليا. نعم. ومن خلاله اتخذ القرار لتوسيع صلاحيات الولاة المنتدبين اداريا فعلا على مستوى 10 الولايات الجنوبية. ونحن في هذا المستوى الان عندنا اولويات اخرى. نعم. في خضم هذه الحركة الخارقة للعادة. اليوم أصبحت عندنا مدن جديدة. اليوم سيدي عبد الله راهي تقريبا في بدايتها حوالي 100,000 ساكن. فعلا. نشوف مدينة الشهيد علي منجلي في قسنطينة أكثر من 400,000 ساكن. نشوف درع الريش في عنابة مدينة الله يبارك يعني كبيرة وكبيرة جدا. نعم. هل نكفي بإسكان المواطنين بدون مرافقة إدارية لتكفل بحاجياتهم؟ هذا سوف يكون خطأ. ومن هذا المنطلق وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية سوف يكون إن شاء الله وسوف نقدم على مستوى الحكومة ثم لتقدير فخامة رئيس الجمهورية تصويبا إداريا مرافقا لهذه الأقطاب السكنية الجديدة. ماذا عن المرافقة الأمنية؟ في من أولا من الجانب الإداري. نعم. وكذلك حتى من الجانب الأمني. نعم. في سيد الوزير الأول كان تحدث عن ضعف
عن ضعف من هذه الناحية لحفظ يعني الأمن العام؟ احنا نقول بأن هذه الحركية وهذا التطور الكبير في الإعمار وفي الإسكان يعني خلانا نعيش تجارب جديدة بالنسبة إلينا. السيد الوزير الأول تكلم على بعض الأحداث التي وقعت في أقطاب سكنية وبعض الأحياء جديدة، ولكن أنا أقول بأن المجهودات المبذولة من طرف مختلف أسلاك الأمن يعني تخلينا نتقدم لهم بتحية وتقدير كبيرين على كل ما يقومون به من جهة، لكن هذا لا يكفي. نحن في مشروع جديد سوف نقدمه على مستوى وزارة الداخلية مكلفة كذلك بهذه الجوانب الأمنية الجوارية، سوف نقدم إن شاء الله مشروعا لخلق يعني شرطة بلدية تكون مرافقة لهذه الحركية يعني الإعمارية اللي هي موجودة على مستوى وطننا الكبير. على سبيل المثال احنا عشنا في الأشهر الماضية يعني فيضانات، وعشنا أحداث على مستوى شواطئنا. لا يمكن أن نقول للدركي أو للشرطي الذي هو مكلف بمهام أخرى اذهب على مستوى، ولكن المواطن الذي يبني بطريقة غير شرعية على حافة الواد من كل هذه النقائص التي تكلمنا عليها في هذا الملتقى الذي جمع الحكومة بالولايات خلانا، وهذا هذا الاقتراح بالنسبة للشرطة البلدية هو اقتراح أو توصية من توصيات هذا اللقاء اللي هو مرتبط بأمن مواطنينا اليومي، ولكن أمن كذلك والحفاظ على أملاكنا العمومية والخاصة على مستوى التراب الوطني. معي الوزير على ذكر الفيضانات، يعني فيه المخطط أو لمواجهة المخطط الوطني لمواجهة المخاطر الكبرى اليوم، طبعا بفعل الموقع الجغرافي للجزائر وتغيرات المناخية والاحتباس الحراري، يعني الأفاق في 2050 هي أفاق صعبة نوعا ما في هذا المجال. كيف ستواجه الجزائر جل هذه المخاطر من خلال هذا المخطط مستقبلا؟ هو مخطط أو استراتيجية جديدة وكنا تطرقنا إليها في خلال الندوة الدولية التي نظمت بحضور أخصائيين من بلدان لها أكثر تجربة منا. وأذكر فقط بأن الإمكانيات التي سخرت لمواجهة مثل هذه الظواهر الطبيعية يعني إمكانيات ضخمة وإمكانيات كبيرة. كان من الواجب أننا نقف في هذه الندوة الأخيرة في من خلال تقييم ما قمنا بتجسيده من استراتيجيات من إمكانيات من وسائل قانونية ومن إمكانيات مادية للوقوف في وجه مثل هذه الكوارث. هذا التقييم فرض علينا أن نحين استراتيجيتنا بالنسبة للسنوات القادمة بمساهمة من منظمات دولية لمجابهة المخاطر الطبيعية على مستوى الدولي. وإن شاء الله فخامة رئيس الجمهورية أعطانا 6 شهور بين إيدينا لنرجع إن شاء الله بعد 6 أشهر ونقدم للحكومة هذه الاستراتيجية المصوبة أو المتجددة التي تأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع المرتبط بالاحتباس الحراري وبهذا التقلبات الغير طبيعية والتي لم نعرفها في السابق، وكانت أمثلة كثيرة ما نحبش نرجع إليها، والخسائر يعني كبيرة تفرض علينا اليوم أننا نصوب استراتيجيتنا بالنظر إلى هذه التطورات الجديدة التي تعرفها الطبيعة بصفة عامة. طيب معي الوزير، معروف أنه المنتخب المحلي هو فاعل أساسي في التنمية كونه موجود
على مستوى الخلية الأولى وهي البلدية. فيه الكثير من الأسئلة بخصوص المنتخب المحلي اليوم، فمثلا فيه نقطة أنه المهام الجديدة للمنتخبين المحليين اليوم باعتبارهم شركاء سادة الولاة وسادة رؤساء الدوائر، يعني تتطلب اليوم ترشيح كفاءات عالية لمثل هذه المناصب، لكن التجربة أثبتت أنه قرابة 20 سنة الأخيرة الأحزاب السياسية لم تقم بدورها في هذا المجال. هل يمكن أن يتدخل المشرع مستقبلا لمعالجة هذه المسألة، يعني جعل المستوى التعليمي شرط أساسي من شروط الترشح حتى يتمكن المنتخب المحلي من مواجهة المتطلبات الجديدة اليوم في الحياة الاقتصادية للجماعة الإقليمية محليا؟ أنا فقط للتوضيح، أنا لست بالمشرع وأفضل أن يكون للمشرع يعني من منطلق الواقع ومن منطلق أنه يدرس مثل هذه الاقتراحات التي تقدم بها الكثير من الشركاء السياسيين، ولكن أقول بأن وطننا يختلف على بلدان ربما أو مجتمعات أخرى، ودستورنا يكرس حرية الترشح لكل مواطن جزائري. لكل مواطن، نعم. وأنا بتجربتي البسيطة يعني أقول بأن في كثير من الحالات وفي كثير من التجارب نجد المنتخبين ليس ربما من ناحية شكلية لهم شهادات عالية، ولكن رجال قاموا بتجسيد تحديات كبيرة. ونجد في المقابل منتخبين في بداية مسارهم السياسي ويحتاجون إلى تجربة وخبرة يكتسبوها من خلال، على هذا الأساس اللي أنا أقول بأن التجربة لها دور كبير أكيد، والخبرة وحب العمل السياسي وحب خدمة المواطن وحب خدمة الغير هو السر، في لأن رئيس البلدية 24 ساعة من المفروض ما تكفيش. أكيد ما تكفيش 24 ساعة صح، حتى يجسد طموحات سكان المنتخب، يكون ليل نهار في الاستماع وفي في يعني مرافقة وفي تجسيد برنامجه وطموح المواطنين أو المواطنين الذين صوتونا عليه أو الذين لم يصوتونا عليه. فتجربتي تقول هكذا. الآن الاقتراحات أتركها للمشرع أكيد، الاختصاص وخبراء القانون الاختصاص نعم. ولكن في هذه الحركية وفي هذه الجزائر القارة لا يكفي الاختصاص لوحده فعلا، ولكن التجربة لك والخبرة لها مكانتها ولها كذلك دورها، دورها في التسيير، في أن نخرج دائما باقتراحات يعني تمازج أو تجمع بين التجربة وبين الاقتراحات من طرف يعني أخصائيين أو مشرعين. نعم. طيب، هناك أيضا من يقول أنه ما بين منحة التمثيل للمنتخبين المحليين وبين الأجر، يعني تبقى الأمور تتراوح من مدى تحفيز وتشجيع من يأتي ويترشح لمثل لهكذا مناصب أن يؤدي الدور اللازم لذلك، لأنه هناك من يقول أنه منحة التمثيل مثلا هي منحة ضعيفة يعني لا تسمح، الانتداب يعني غير موجود، أو من ينتدب هل يأتي بمركزه الاجتماعي والمهني السابق أم يدفع له أجر، كيف حتى يعني إما أن نضع المحفزات الكافية لدفع هؤلاء على العمل بالشكل اللازم، أو نترك المجال فقط لمن يريد أن يتطوع، لأنه بالنهاية التمثيل على المستوى المحلي هو عمل تطوعي، هو حب أن تخدم أهلك وتخدم ساكنة إقليمك المحلي. أنا أفضل التشريف نعم، لأنه من له مسؤولية خدمة الغير وخدمة المواطن هو الشرف، شرف كبير فعلا، كبير وشرف عظيم أن تحظى بثقة الآخر. تعرف سيدة الكريمة بأن فيه مسؤولين
في كل منظومة الـ 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 يعني اللي تتخذ قرارات. نعم. صفة القاضي موجودة على مستوى الخلية الأساسية اللي هي البلدية، وموجودة على مستوى رئيس الجمهورية. نعم. هم المسؤولين الوحيدين اللذين لهما هذه الصفة. يعني شوفي المشرع كيف كبر وقدر وأعطى مكانة خارقة للعادة للمنتخب ولرئيس البلدية. على هذا الأساس لما نضع مكانة المكانة الشرفية ومكانة شريف لخدمة الغير وخدمة المواطن فعلا. ونقابلها بالتحفيزات المالية. أقول بأن يعني الفرق كبير بينهما، ونحن كبرنا كذلك مع رؤساء لبلديات يعني لم تكن لهم في سنوات سابقة، في سنوات السبعينات وفي سنوات الثمانينات لم يكن لهم المستوى الدراسي اللازم، ولكن كانوا يشرفون يعني المهام التي وضعت فيهم، المهام والثقة التي وضعت فيهم من طرف مواطنيهم. هذا يؤكد كذلك ويخليني نتكلم كذلك بأن المنتخب اليوم محتاج منا كذلك المرافق في مختلف المجالات. احنا تكلمنا على التكوين، تكلمنا على العصرنة، تكلمنا على اللامركزية، تكلمنا توزيع الصلاحيات. كل هذه الإجراءات التي نعمل على تجسيدها اليوم على مستوى المنتخب المحلي وعلى مستوى المسؤول المحلي تجعل من مهامه مهام لها شرف عظيم في تجسيدها ميدانيا ومحليا المواطن. نعم. طيب الوقت يمر بسرعه كبيره معالي الوزير. اريد فقط ان اسال ايضا، انه انت سبقتني في الحديث على انه مشروع قانون الجماعات الاقليميه موضوع اليوم على مكتب الامانه العامه للحكومه، متى يصل الى المجلس الشعبي الوطني؟ ان شاء الله في خادي مساره العادي، قلت بعد تقريبا سنه من العمل على مستوى الورشات وباستعمال كذلك حتى وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. في مشاريع قوانين كثيرة فتحنا أبوابنا على مستوى الوزارة فيما يخص الديمقراطية التشاركية. نعم. فيما يخص تقييم الموسم الصيفي الماضي لمعرفة نقائصنا وتصويبها من منطلق هذه الملاحظات التي يقدمها لنا المواطن. إذن مشروع قانون الجماعات الإقليمية اليوم على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وسوف إن شاء الله يأخذ مساره الطبيعي مجلس الحكومة، مجلس الوزراء، ثم البرلمان بغرفته. نعم. معالي الوزير، زيادة كذلك على مشاريع قوانين أخرى ذات طابع سياسي متعلقة بالتظاهر، متعلقة بالجمعيات، متعلقة بالأحزاب السياسية، كلها ورشات تجسد القيم الدستورية التي الجديدة اللي جات في دستور 2016. إذن باش نأكد بأننا تقدمنا كثيرا في هذه الورشات، وإن شاء الله في القريب العاجل سوف تكون جاهزة. نعم. طيب هناك أيضا من يسأل حول القانون العضوي، حول قانون الانتخابات، ومن يرى أنه أيضا يعني القانون 16/10 و16/11 لم يرقيانا وعن مالي طموح المؤسسة الدستورية، خاصة في ظل الروح الجديدة والأحكام الجديدة اللي جاب بها دستور 2016. هل ممكن أن يعرض هذا المشروع، هذا القانون عفوا، لإعادة نظر للتعديل مستقبلا؟ كل ما هو جديد سيدة الكريمة، كل ما هو يعني محل نقاش ومحل، وهذا هو الشيء اللي او الخصوصيه في هذه الهيئه فعلا، او في هذا القانون الذي يجمع او يعطي صلاحيات يعني لهيئه المراقبه. ويعني بصراحه الهيئه كانت هيئه او الهيئه المستقله الوطنيه هي التي اقترحت
هذا الاقتراح. نعم. ونحن نقول على مستوى قطاعنا الوزاري بأن مش ضروري باش نراجع قوانيننا صباحا ومساء. صباحا مساء، نعم. ولكن يمكن لنا أن في إطار اللجنة المشتركة الدائمة التي نعمل فيها مع بعض أننا ميكانيزمات بتعليمات لتدارك بعض النقائص، وتداركنا الكثير من هذه النقائص. لأن يعني مصداقيتنا كسلطات عمومية هي في أن نعطي الوقت الكافي لقوانيننا أنها تجد مسارها في الميدان. معالي الوزير، يشار إلي منذ الكثير من الوقت أن وقت البرنامج انتهى، لكن فقط بكلمة بسيطة بخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية. كثيرا ما ترتفع بعض الأصوات منتقدة تعامل الجزائر مع وتعاطيها مع الملف. أنا تكلمت على وضع الجزائر في جملة بسيطة، وعلى خصوصيات الجزائر. نعم. وعلى التحديات الأمنية. واليوم فيها الجزائر التي كانت يعني وجهة للمرور، نعم، أصبحت وجهة بلد استقرار. بلد استقرار. نعم. وهذا يخلينا أمام تحديات. وأقول مرة أخرى بأن ليس لأحد أن يعطينا دروسا في تكريس قيمنا كجزائريين اتجاه إخواننا في بلدان الإفريقية. ونظن الأمثلة كثيرة، ونقول كذلك للمجتمع الجزائري بصفة عامة أن يكون واعيا لأن فيه بعض المجموعات الإجرامية التي تتاجر بالنساء، تتاجر بالأطفال في التسول وفي أمور أخرى. يعني هذا يخلينا من منطلق قيمنا الإنسانية ومن منطلق الحفاظ على المبادئ الدولية، نعم، وعلى الشعارات التي تتداولها منظمات دولية نحن نجسدها ميدانيا، نعم، وكل الإمكانيات المالية والمادية التي وضعتها الجزائر تؤكد على هذا، نعم. ونعمل في تعاملنا مع في مواجهة هذه الظاهرة مع البلدان ومع الحكومات، ونتواصل دائما. ونحن يعني في راحة تامة من هذا هذه الوضعية. طيب، إذا كان سمحتي لي كذلك، ونحن نتكلم عن الهجرة، يعني نتكلم على هذه الظاهرة التي نحن نتألم كذلك لأبنائنا ومحاولتهم، يعني الهجرة الغير شرعية بوسائل يعني خطيرة، وسائل الموت، وسائل الموت. نقول بأن كذلك نحن كسلطات عمومية، نعم، نتدارس ونتخذ الكثير من الإجراءات، ولكن هي قضية مجتمع كذلك، فعلا قضية كل أطياف المجتمع وكل مكونات المجتمع. يجب أن تكون هذه الهبة الوطنية التضامنية الجزائرية، نعم، يعني للحد من مثل هذه الظواهر، ابتداء من الأسرة إلى المدرسة، نعم، بالوصول إلى السلطات العمومية وإلى أصحاب اتخاذ، نعم، القرار. معي الوزير، الوقت انتهى، وقت البرنامج، لابد أن تعدني بلقاء آخر هكذا على المباشر لنستكمل بقية النقاط. كلمتك الأخيرة. والله أنا كلمتي الأخيرة تأتي من إيصال هذه الرسالة وهذه القيم التي يعني حددها فخامة رئيس الجمهورية في رسالته إلى الحضور وإلى المجتمع، هو أننا نجعل من هذه التوجيهات وهذه التوصيات يعني خارطة طريق وخارطة عمل بالنسبة لنا جميعا، وأننا نمر إلى سرعة أقصى ونمر إلى مستوى أعلى على كل المستويات. هدفنا كما قلت هو خدمة المواطن، هو الرقي بمواطنينا، نعم، وتجسيد طموحاتهم، نعم. هذا يفرض علينا مجهودات إضافية، شكرا، كبيرة، وإن شاء الله بتضافر جهود الجميع بالعمل في هذه النظرة المتكاملة، نعم، حكومة، ولاة، مسؤولين، ومجتمع. أنا متيقن بأننا سوف نواصل في رفع هذه التحديات، نعم، والتي رفعت الكثير منها، وإن شاء الله سوف نرفع الكثير من التحديات مستقبلا. لنحافظ، وأشكركم مرة أخرى على هذه الاستضافة،
وهذا الفضاء الذي تحتمونها لنا للتواصل مع المواطنين. شكرا على واجب معالي الوزير، وايضا مهمتنا الحفاظ على رساله الشهداء اللي هي الجزائر التي لا نملك بديلا عنها، فهي مرتع لابنائنا ومستقبلهم، هي ايضا بيتنا الحصين الذي يجمعنا ويؤممنا من كيد الكائدين مثل ما قال فخامه رئيس الجمهوريه في رسالتي. أشكرك جزيل الشكر معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية سيد نور الدين بدوي على حضورك معنا هذا المساء. أشكركم على المتابعة، شكرا لزملائي التقنيين، ألقاكم الأسبوع القادم بحول الله في عدد جديد وضيف جديد بإذن الله تعالى. السلام عليكم.